حد سيؤسي عليه يخضع فعل يبقى فعل السياسة رهين استفاقة النهضة. طو عندهم وضع يقول خاص، مقراتهم المركزية والجهوية والمحلية مغلقة، قياداتهم الصف الأول والثاني في السجون. العمل السياسي بصفة عامة هل يبقى رهين حركة النهضة والإسلاميين وصحوتهم؟ القوى الرئيسية في البلاد هو قوى الرئيسية، الاتحاد العام التونسي لشغل قوى رئيسية يعني في المجتمع المدني، حركة النهضة قوة سياسية رئيسية في البلاد، هناك قوى مجتمعية وسياسية يعني فاعلة في الساحة، ولكن هذه هي القوى الرئيسية يعني التي نستطيع أن نقول أنها ذات وزن حقيقي ومؤثر. بالنسبة لحركة النهضة وقع استهدافها اعتقال يعني الصف الأول من القيادات، والآن رهن الاعتقال، مقراتها يعني مغلقة يعني بدون موجب قانوني على فكرة، يعني هي مغلقة ولكن ليس هناك قرار يعني قضائي بإغلاقها، ولا فقط هو هكذا يعني إجراء متجاوز للقانون. للأسف يعني مع موقف الاتحاد وموقف الأطراف السياسية الأخرى من مسار 25 جويلية الذي يستهدف حركة النهضة، يعني كان هناك نوع من القبول بمسار 25 جويلية لأنه سوف يستهدف النهضة ويحجم دورها بعدما نجح النظام في هذا من خلال يعني اعتقال قيادات وازنة داخل النهضة من الصف الأول. يعني أنت تتحدث عن رئيس الحركة ونائبيه والنائب المنذر اللونيسي ثم رئيس مجلس الشورى ثم الأمين العام العجم اللوريمي، أنت تتحدث عن قيادات يعني وازنة داخل الحركة وإغلاق مقراتها، إذن هناك استهداف للحركة، وهذا كان برضا يعني من طرف قيادات الاتحاد وكذلك من طرف العديد القوى الرئيسية الفاعلة في المعارضة التونسية في تقديرها أنه سوف يفتح لها المجال بعد إقصاء النهضة، ولكن لم تتعلم الدرس. يعني في عهد بن علي كان نفس السيناريو، عندما تستهدف قوة الاتحاد أو تستهدف قوة النهضة أو قوة الرئيسية السياسية فأنت في الحقيقة تفقد المجتمع يعني قواه الرئيسية في الدفاع عن تجاه يعني تسلط الدولة وتجاه تغول الدولة وتغول أي سلطة في الحقيقة، وليس يعني فقط في سلطة 25 جويلية. ولذلك يعني حالة الاستفراد بقوة رئيسية من قوى المجتمع هو في الحقيقة يضرب جميع القوى بعد ذلك ويسلب المجتمع قواه الفاعلة في الدفاع عنه، يعني يفقده الحرية، يفقده يعني الديمقراطية، وهذا ما تعانيه الساحة بعد يعني الاستهداف الذي تعرضت له حركة النهضة. هناك ضعف المعارضة، زادت ضعفا، والآن يعني مع الاتحاد وما يشهده داخله من تجاذبات وتوتر، فإنه أيضا وبموقفه خلينا نقول أنه الموقف هو المخزي من مسار 25 جويلية، هو الآن يعني يدفع ثمن هذه المواقف المتخاذلة، ولذلك فإنه المشهد السياسي يعني مشهد الساحة السياسية التونسية مشهد يعني يكتنفه الضعف ويكتنفه الهشاشة نتيجة لهذه الأخطاء، يعني أخطاء كبرى في الحقيقة تتعلق بالحرية وتتعلق بالديمقراطية، ولذلك فإنه يعني تونس تدفع الثمن نتيجة لهذه المواقف. لكن سيد علي التي لم يكن لها بعد نظر ولم يكن لها يعني بعد أستاذ علي حتى أعطيكم السؤال، في مرحلة صراع وتدافع آني اتخذت مواقف ضد يعني تيار سياسي معين لإقصائه. إذن نلاحظ سينور الدين أن عملية الإقصاء وعقلية الإقصاء متبادلة، يعني المعارضة ليست أرقى من منظومة 25 جويلية في علاقتها بفكرة الإقصاء. الإقصاء موجود في منظومة 25 جويلية، بدأته مع حركة النهضة ثم امتدت إلى كل يعني المجتمع المدني، بداية من القضاة إلى الاتحاد العام التونسي للشغل الذي لم يعد له أي دور في الحوار والاستشارة، وكذلك حتى الأحزاب التي ساندت قيس سعيد في البداية مثل حركة الشعب تم إهمالها والإعراض عنها تماما، وكذلك عقلية المعارضة ما زال لديها فكرة الإقصاء. ما لم نتجاوز ما نتحدث عنه عن وعي النخبة السياسية، عن وعي المعارضة بضرورة يعني أن تكون هناك أرضية مشتركة في الدفاع عن الحريات،
في الدفاع عن الديمقراطية باعتبارها مكسب وطني، مكسب للجميع بدون أي إقصاء لأي طرف كان، بدون ذلك، لأن الحرية إما أن تكون للجميع أو لا تكون. هذه هي يعني كل الأنظمة الاستبدادية هي يعني تمارس نفس الأداة ونفس الممارسة، بحيث إذا تم إقصاء أي طرف فإن بعد ذلك سوف تقصي بقية الأطراف، لأنها أصبحت أستاذ علي ضعفاً. نعم نتفق مع هذا الوضع ضعفاً من خلال نعم. إخراج طرف نقابي أو طرف سياسي اسمح لي من المعادلة السياسية.